اهلا بحضراتكم قضيتي النهاردة الحقيقة هي قضية المدرب المصري احنا عندنا مشكلة الحقيقة في مصر بنستنى لما المدرب يبقى عنده يعني يقترب من السبعين كده ونبدأ نقول المدرب الشاب ده لازم ياخد فرصته يعني يعني عشان ما بقاش مبالغ ايه في اواسط الخمسينات كده نبدأ نتكلم على المدربين ياخدوا فرصهم امتى يعني. هجيب لك شويه اعمار كده لبعض المدربين الاجانب زي جوارديولا وزي يورجن كلوب وزي ناجل وعدد من المدربين وزي مدرب مانشستر يونايتد الجديد تنهاج يعني هجيب لك اعمارهم يعني وتشوف الاعمار شكلها عامله ازاي والمدربين دول دربوا كام فريق انا بقول ان احنا مطالبين من دلوقتي ان احنا نحط عينينا على عدد من المدربين انا رشحت اربعه مش عشان يبقوا آآ آآ مدربين فرق صغيره كل الفرق كلها لها الاحترام يعني يعني في اسم مثلا هقوله دلوقتي او اسمين بيدربوا فرق محترمه جدا في الدوري العام لكن ليه ما بفكرش في دول انه بعد سنه سنه او سنتين دول يبقوا بتوع منتخب مصر الاول والاولمبي ومن دلوقتي بحط عيني عليهم لان انا جالي مدربين كبار يعني كابتن ربيع عدى الستين كابتن حسام حسن, حسن 56 57 سنه واسماء كثيره جدا الناس بدات تكبر ولسه برضو بنقول يعني انت ومش امتى واسماء كثيره جدا من المدربين فانا مثلا لما هاجي وبدون ترتيب يعني ابدا اتكلم بعلي ماهر علي ماهر راجل كلاعب لعب في الترسانه والانصار السعودي وفي الاهلي وامبي علي ماهر كمدرب درب المصري ودرب امبي ودرب سموحه ودرب الاسيوطي والان متالق مع نادي فيوتشر وفي المركز الخامس في جدول الدوري العام. علي ماهر كل الناس بتتكلم انه ده مدرب عنده كوره انه مدرب عنده فكر انه مدرب عنده رؤيه اكيد عنده اخطاء. حظه حلو انه السنه دي مع فيوتشر فريق منور قوي فظاهر شغله داخل وانا بقول لك هيفنش من الاربعه الاوائل على الاقل يعني ان شاء الله نادي فيوتشر يعني. أنا من دلوقتي ليه ما أحطش عيني على علي ماهر اللي عنده كام سنة بقى؟ 48 سنة ولازم أستنى يبقى عنده 55 سنة 56 سنة وأقول ده يصلح للمنتخبات؟ آه أفكر فيه فريق أول فريق أولمبي أفكر فيه من دلوقتي على فكرة وأبقى حاطط عيني إذا كنت أنا عايز أعمل استراتيجية للكرة المصرية للمستقبل. بمنتهى الوضوح على فكرة أنا بختلف مع علي ماهر في حاجات كتيرة جدا يعني لكن ما اقدرش اختلف انه ده مدرب واضح انه لا اه اه بيغير من شكل لعيبه ومن اداء لعيبه ومن طريقه لعيبه و ونجح ادي واحد الثاني احمد سامي احمد سامي الحقيقه حاجه جميله جدا درب النجوم درب طلاع الجيش خد له اه يعني اه اه حاجه قليله مع اه فريق اه نادي اه طنطا لكنه مع سموحه متوهج متوهج جدا اه ما شاء الله ما شاء الله حاجه جميله الله طب هو في ايه يا جماعه يعني طب امتى هندي للناس دي حقها وامتى انا ليه ما جيش من دلوقتي احمد ماهر عنده 49 احمد سامي عنده 49 سنه 49 سنه هستنى عليه لحد امتى انا ابقى حاطط عيني على علي ماهر وعلى احمد ماهر دول هيمسكوا منتخبات منتخب اول بقى منتخب اولمبي واتيفر يعني ده وجهه نظري يعني مدرب ما شاء الله عامل نتائج رائعه السنه اللي فاتت مفنش رابع لحد دلوقتي هو رابع في الدوري العام ماشي في الكاس عامل شغل محترم ادي اتنين مدربين برشحهم من دلوقتي لمسؤول اتحاد الكره حط عينك على الاتنين دول عشان يبقوا مدربين منتخبات كمان عايز انزل تحت شويه يعني انا عاجبني قوي تجربه محمد شرف مع النادي الاهلي على فكره شرف عنده 46 سنه مش صغير سيبك انه عمل آه نجاحات مع فريق الشباب سيبك انه آه غير شكل الفرقه وانه اصبح قريب من الفوز بالبطوله ما معايا لكن كل الناس بتتكلم ان محمد شرب ده جاي لبكره لا طب ما انا اديله ثقه وابدا اجهزه انا بتكلم ايه النادي الأهلي شوف واحد زي ده تفكر في المستقبل ان سامي امصاني يبقى مدير فني للنادي الاهلي زي ما عملت حسام البدري زي ما آه عملت آه محمد يوسف أه سامي قمصان يبقى مدير فن النادي الاهلي امتى؟ بعد سنه بعد اتنين بعد ثلاثه بس تفكر في ده لانه اي مدرب اجنبي مش هيعيش طول العمر محمد شرف ده يبقى متواجد او محمد شرف ده يبقى ماسك فرقه او محمد شرف ده يتبص كمان في المنتخبات بس الانديه عشان تفكر ما انا كمان في يوم من الايام لازم انا عايز اشوف جوهر جديد وعايز اشوف ابو جديد وعايز اشوف أه أه فاروق جعفر جديد وعايز اشوف حسن شحاته جديد وعايز اشوف أه أه مع احترامي شحته الاسماعيلاوي جديد يعني عايز اشوف الناس دي كلها ولازم استنى لحد ما يبقى داخل على 60 سنه وابدا ابص اديله فرصه بعيد لما يقول لك يا عم ده كبر الله طب امتى هيلعب؟ او امتى هيدرب؟ او امتى هيبقى موجود في الصوره؟ حاجه جميله جدا عامل شغل ممت... محترم مع ال... مع الفرقه عامل نجاحات وغير كده كل الفرق الصغيره اللي دربها كلهم بيقولوا انه مدرب هايل هو على فكره كان مساعد لعلي مير لفترات طويله جدا وبعدين فضل انه يستقل بذاته حتى لو مع الصغيرين وعمل نجاحات يبقى ده مشروع مدرب محترم فكروا فيه كمان عندي حسين ياسر محمدي ده الاصغر عنده 39 سنة حسين ياسر محمدي خلي بالك بقى لاعب الاهلي الزمالك وادي دجلة كسر الدنيا في قطر ليه تجارب صغيره كده في الدوري الانجليزي ما كملتش اه مع المان يونايتد ومع المان سيتي بس ما نقدرش نقول انه لعب يعني لكن لعب مع بوفيستا وبراجا في الدوري البرتغالي ولعب مع منتخب قطر 69 مباراه دوليه والسنه دي تولى فرقه 2003 في الزمالك وكانوا في المركز العاشر باين كان قريب جدا من الفوز بالبطوله اه امبي فاز بالبطوله لكن كل الناس تقول ده مدرب يبقى نادي الزمالك لازم يفكر في حسين ياسر محمدي لبكره الحلو ومنتخب مصر يحط عينه على حسين ياسر محمد يخش في الجهاز محمد شرف يخش في الجهاز زي ما محمد شوقي بنحضره دلوقتي زي ما شوقي غريب بدا كده زي ما ضياء السيد عمل كده زي زي بس الناس دي بقى نرعيهم نسفرهم نعمل لهم دراسات نعمل لهم محاضرات نعمل لهم معايشات اه اخد مدرب من نادي ووديه المانيا ووديه البرازيل ووديه انجلترا ووديه فرنسا ووديه اسبانيا ويعيش مع كل الانديه ويشوف ويشتغل بل عايز ازيد كمان على الاداريين لازم تحط كمان تحت عينيك عدد من الاداريين تخلي في اداري ومفيش اداري النهارده انت بتقول انا منصب مدير المنتخب طب كنت بتعمله ليه؟ من الاصل يبقى تجيب بقى الناس الاداريين ترجع لي عهد سمير عدلي ترجع لي عهد علاء عبد العزيز الناس اللي الحقيقه كان لهم دور كبير جدا كاداريين كاداريين مدير اداري عارف شغلته بشكل غير عادي وحتى في موضوع الاداريين ده القصه مش قصه سن قصه مش قصه سن قصه كفاءه ما يهمنيش عنده 60 70 عنده كام لكنه طالما عنده كفاءه وعنده صحه وقادر يبقى موجود ويعلم اجيال تانية لكن انا قضيتي الحقيقيه هي قضيه المدربين المدرب المصري اذا كنا هنفكر في بكره لازم نعمل ده عندي خبر سريع انه اتحاد الكورة اعتمد الثلاث نقاط بتوع اه اه فريق كابتن حمادة صدق يقولوا احنا نروح فين طبعا ده انت موجود على عينه الراس كابتن حمادة كابتن حمادة مدربين محترمين اللي كان نفسي الاقيه بيدرب منتخب لانه فعلا مدرب محترم وكان نفسي ياخد فرصته بدري شوية ودرب انديه كتيره جدا ونجح معاها انا بتكلم ان انا اجهز جيل جديد لكن الجيل بتاع الكابتن حماده والكابتن ربيع والكابتن حسام حسن والاجيال الجميله دي لازم تكون موجوده ولازم كلها دور لازم تبقى موجوده في الدوري العام خاصه انها كلها حققت نجاحات مع الاعتذار طبعا لعدد من المدربين الحقيقه اللي يعني ما خدوش حظهم الاتحاد الكوره ابرق باعتماد فوز حرس الحدود على الرجاء فخد ودع عقوبات لبعض من اللاعبين فنادي حرس الحدود خد ثلاث نقاط وبقى كده فارق اربع نقاط على النادي الاولمبي الاولمبي رفض بسرعه هذه القرارات وقرر انه يصعد للمحكمه الرياضيه دايما كل القرارات عندنا بيبقى فيها نوع من انواع الديبيت يعني الجدل ومشكله وحدوته ودوشه اتمنى ان شاء الله انه الامور تسير بعداله كامله دي قضيه انا هكمل فيها لانه كمان عندي كابتن طلعت يوسف وعندي كابتن مختار وعندي اسماء كابتن رمضان السيد عندي اسماء عظيمه ارجو ان ما حدش يزعل مني والله انا دايما بتكلم من الذاكره يبقوا متواجدين دائما وابدا دول بيسروا البطولات دول بينجحوا البطولات دول بيسروا الانديه حماده لما راح مع الجونه كسب بيراميدز وتعادل مع الاهلي وتعادل مع الزمالك وعمل نتائج رائعه جدا الناس كلها كانت مبهوره ومع انديه كثيره جدا وكان مشارك في الفوز بالبطولات الافريقيه الثلاثه مع كابتن حسن شحاته ده دلوقتي في مدربين متخصصين ده للدفاع وده النص الملعب وده مش عارف لرميات تماس وهكذا يعني كلهم مدربين محترمين بس احنا نفسنا قصير خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني